مرحبا، كيفكن؟ اليوم الفيديو حأعمله مخصص للبنات اللي بيضلوا بيسألوني كيف منفتح بشرتنا وكيف منتخلص من البهتان، يعني منحصل على بشرة صحية وفيها نضارة. اليوم حأعملكم ماسك مؤلف من 3 مكونات سهلين جدا وموجودين بكل بيت. خلينا ننتقل لنشوف شو هو هذا الماسك. غير انه هذا الماسك مع الوقت بيساعد بانه يفتح البشره ويتخلص من التصبغات، كمان التصبغات الموجودين من اثار الحبوب بتروح مع الاستعمال المتكرر. بنصحكم تستخدموا هذا الماسك مرتين لثلاث مرات بالاسبوع لمده 20 دقيقه لحتى تحصلوا على افضل النتائج. هلا عم بلش احط الماسك. الكركم معروف بالهند انه هو احد اسرار الفتيات الهنديات، لانه بيتخلص من التصبغات وبنفس الوقت بيساعد على تفتيح البشره، بس لازم نستخدمه بكميات صغيره لانه اذا نكتر منه بيصبغ بشرتنا. زيت اللوز معروف انه بيساعد على تفتيح البشره، وبنفس الوقت كمان تكونوا عم تستفيدوا لانه عم ترطبوا بشرتكم. اما اللبنه فهذا اختراع انا اخترعته، اكتشفت انه اللبنه بتساعد كثير بنضارة البشرة. ليش؟ لأنه فيه لاكتيك أسيد وبيقشر البشرة، يعني بيتخلص من كل شيء طبقة ميتة، بنفس الوقت إذا في عنا مثلا آثار حبوب وكذا فبيساعدوا بتجديد الخلايا فتروح أسرع. هلا إذا ما عندكم لبنة بالبلد اللي أنتم عايشين فيها فيكم تستخدموا لبن، يعني أي زبادي عادي. نترك هذا الماسك مثل ما قلت لكم 20 دقيقة على بشرتنا، بعدين بنمسحهم بمي فاترة. مثل ما شايفين من اول استعمال بين الفرق. انتظموا على هذا الماسك وخبروني بالكومنتس تحت شو رايكم، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على لوليا الشانل وتعملوا لي انا ماريلين فولو على انستغرام وسناب شات. بحبكم، باي.